مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، وفي حوار أجرته معه مجلة لوبوان الفرنسية، وجه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رسائل واضحة إلى الجزائر، خصوصا في ظل تصاعد ردود الفعل الجزائرية على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، والتي شغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. وأكد ناصر بوريطة أن المغرب لا يتدخل في العلاقات التي تقيمها الدول الأخرى مع الجزائر، مشيرا إلى أن الرباط تركز بشكل حصري على علاقاتها الثنائية مع شركائها، وتترك لكل دولة حرية تطوير روابطها مع الجزائر وفق إرادتها. وأضاف أن هذه السياسة هي عقيدة واضحة وثابتة لجلالة الملك محمد السادس. وفي سياق تعليقه على ردود الأفعال الجزائرية، أوضح ناصر بوريطة بالقول: إذا كانت الجزائر ترى في تعزيز علاقاتنا مع دول معينة تهديدا، فهذا يعود لتفسيرها الشخصية، أما أولويتنا فهي التقدم في علاقاتنا بما يتماشى مع مصالحنا الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد سحبت سفيرها من فرنسا ردا على اعتراف الرئيس الفرنسي في 30 يوليو بمغربية الصحراء. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.